بتلك الأيادي المتفننة في الأداء والدقة والحرص، وبتلك الإبداعات التي تسر الناظر، يقدم الكادر الخاص بمصنع الفردوس خدمة للمستهلك، جمعت بين رقي الإنتاج وجودة العمل بتقنية مميزة ودقة عالية وتغيير جذري لمصنع الفردوس، فقد أحدث نقلة نوعية ومميزة مطابقة للمواصفات والجودة في العمل داخل المصنع، وذلك لحماية المستهلك من الأضرار المستقبلية. تفاجأنا المرة الأولى بزيارة الوكيل ورئيسة هيئة المقاييس والجودة في محافظة إب، فكان المصنع تحت الصيانة، والآن بدينا بالعملية الإنتاج وقاموا بالنزول إلينا، والآن كما تشوفون كل الخط آلي لم تلمسه اليد وبإنتاج ممتاز وتحت المواصفات والمقاييس الجودة للمحافظة والجمهورية. الهيئة العامة للمواصفات والجودة أبدت سعادتها بذلك الإنجاز الكبير الذي حققه المصنع في تطوير عملية الإنتاج والاستجابة الكبيرة والالتزام بالمعايير المناسبة والآمنة لصحة وسلامة المستهلك. نحن اليوم في صدد زيارة لمصنع الفردوس للمرطبات والآيس كريم، زيارة تعقيبية لما كان عليه المصنع قبل شهر من هذا التاريخ، وقد وجدنا أن المصنع استجاب لتعليمات الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس، ونحن مسرورين جدا بتجاوب التاجر وصاحب المنشأة مع الهيئة اليمنية، ونتمنى أيضا من جميع التجار في المحافظة والمستوردين وأصحاب المنشآت التفاعل والتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس لما فيه من مصلحة التاجر نفسه وأيضا مصلحة المستهلك. طبعا المصنع اليوم غير طريقة إنتاج العصير الذي ينتجه، فقد ألغى إدخال المحليات الصناعية إلى المنتج، وعمل بدل المحليات الصناعية على إضافة السكر فقط للمنتج، وهذه تعتبر نقلة نوعية في المنتج لما للمحليات الصناعية من أضرار صحية وبالأخص على الأطفال. نتمنى أن وأيضا قام أيضا بتعديلات أخرى على المنشأة نفسها، وإن شاء الله نحن في دائما في الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس نعمل على نشر الوعي والإرشادات اللازمة بكيفية إنشاء المصانع والمنشآت الصغيرة أيضا داخل المحافظة. مصنع الفردوس يعمل كادره المتميز كخلية نحل بدقة متناهية النظير، فيه من النشاط والحيوية والإخلاص ما يجعله مصنعا متميزا خاضعا لمعايير الجودة والمواصفات والمقاييس المناسبة لاستهلاكها بكل ثقة. ومن هنا من مصنع الفردوس الذي تم يعني إغلاق خط الإنتاج قبل شهر تقريبا، نحن وحسب التعليمات والتوصية التي وضعت من قبل الهيئة نزلنا اليوم لنرى يعني مدى التزامه بتنفيذ التوصيات والتعديلات الحاصلة داخل المصنع، فنحن مسرورون اليوم بما رأينا من التزام بالعمل داخل هذا المصنع وبما وضع له من التوصيات من أجل يعني حماية المستهلك من الأضرار التي كانت ستحصل مستقبلا على أبنائنا. الرسالة أنهم يتفاعلوا مع المقاييس والجودة في ضبط المنتج، كون المنتج هو أمانة وتوصية تسر رسالة لأبنائنا وأطفالنا في الشوارع، فنتمنى لهم أن يتفاعلوا تفاعل كبير مع الهيئة والمقاييس والجودة كما هو مذكور في الشروط المحددة لهم. خطتنا المستقبلية هي مرسومة، وإحنا تعاونين إحنا والمقاييس والجودة ونمشي على خطة مدروسة منهم وتحت مراقبتهم وتحت الإشراف المقاييس والجودة. تظل المشاريع الخاصة هي الدينامو المحرك لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار جراء الحصار المطبق على البلاد، لكنها تظل بحاجة أكبر إلى أن تتناسب مع معايير الجودة لتساهم في خدمة وطنها من خلال الاهتمام بذلك، بجانب تطوير طريقة الإنتاج واتخاذ الأساليب المجدية كما فعل مصنع الفردوس.